قول الو، قول مبروك. وانت بتقول الو الو الو. ايوه كابتن ايمن، اهلا. ايه يا جلال، ما حضرتك؟ لا ما انا عارف صوتك وانا مش لاعب ضدك 100 مره، وعارف صوتك. لا انا ضده، عارف رجله بس مش عارف. عارف صوتك، هو في الملعب كان بيقول ساعدوني دايما، كنا بنضغط عليه جامد. كمل يا ايمن، كمل. ايه الاداء الرائع وايه التحول الكبير قوي في شخصيه فرقتك؟ يعني انا حته التحول دي انا اعتقد هو ده السؤال. ايه التحول اللي حصل في فرقتك والدوافع اللي خلت المستوى الفرقه بتاعتك بتصل لهذا المستوى وهذه القدره على الفوز في المباريات؟ والله طبعا انا الاول طبعا برحب بحسن وحضرتك وكابتن احمد، وهو توفيق في الاول والاخر من ربنا. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا بس ما جينا نشتغل عرفنا ظروف اللعيبه، فبنوجد لهم دوافع تناسب ظروفهم. ان احنا عندنا لعيبه 7 اعاره، لعيبه كلها تحت السن 20 سنه، دوافعهم مختلفه تماما لو حققوا الهدف اللي هم عاوزينه. ده اللي حصل، ان في بعض الانديه كلفتهم كبيره، وده انا شخصيا ما عنديش مشكله فيه، لان دي هي الدنيا كده. بس المهم انه يحافظ على مستوى الفتره اللي شغال فيها معانا، ونحاول نحقق الهدف. نعملهم بقى معامله مختلفه شويه غير اللي بيبقى بياخد فلوس كتيره، على اساس اللي بياخد فلوس كتيره بنبقى ضاغطين عليه شويه، نقدر نخصم منه، نقدر نشتغل كده، نفهمه ان احنا بنعلمه وانه عنده هدف في حياته. شويه حاجات دوافع مختلفه جدا عن ان تبقى فرقه مستقره وعندها عقود لعيبه سنه واثنين وثلاثه. ونفهمه انه ان اهم حاجه انك تصدق ان انت مش اقل من اللعيبه الثانيه. يعني ده الجانب الفني النفسي يا كابتن ايهاب، لكن الجانب الفني ان التطور الفني في الفرقه كمان مختلف. ايه اللي غيرت في لعبك؟ ازاي بقيت توصل بسهوله لمرمى الخصم؟ ازاي بقيت تدافع دفاع قوي؟ ايه التحولات الفنيه دي؟ هو انا رايي الشخصي يا كابتن في شغلي انا، ان انا لازم اجبر اللعيب انه يعمل اللي انا عاوزه، ما يعملش اللي هو عاوزه غير بعد ما يعمل اللي انا عاوزه. يعني لو حتى لو هسيب له مساحه، اسيب له مساحه بعد ما يعمل اللي انا عاوزه. ف واللعيبه فهمت دي، ان هو اللي مش هيعمل اللي احنا عاوزينه مش هيقدر يشتغل. بس لازم اللي انت عاوزه ده يبقى راجل فهمه وراجل عارف يطبقه وعنده المقدره انه يطبقه، مش ما عندوش المقدره. فاخترنا اختيارات مختلفه شويه، لعيبه قدرت تعمل الكلام ده عندنا. وكل مباراه احنا تقريبا بنغير 3-4 لعيبه، لان احنا عندنا مثلا مباراه بتاعت القناه عندنا 2-3 انذارات، واحد طرد وواحد مصاب، لعبوا الماتش اللي فات 3 منهم. فكون ان بنغير برضو على الاقل 3-4 لعيبه في كل مباراه، ونحافظ على نفس الشكل العام اللي هو الفرقه مثلا، اللي هو التحول من دفاع الهجوم اللي هو الترانزيشن، يعني من الدفاع الهجوم او العكس، بنفس الشكل ده الشكل العام اللي انا كنا ممكن نحافظ عليه. والديتيلز بقى اللي جوه دي بتاعتنا احنا. ايهاب، رسائل سريعه بقى. الاول مساء الخير ومبروك وبالتوفيق. حضرتك ربنا يبارك في حضرتك. عايز اسالك انه لعبتوا بامكانيات قد ايه السنه دي؟ يعني الميزانيه السنه اللي فاتت مثلا لو كانت 10 قروش، السنه دي كام قرش؟ ربع قرش. ربع. انا شخصيا كنت عارف الكلام ده لما جيت وقابلت الكلام ده. وانت مرتبك محدود ومع ذلك قابلت؟ انا ما انا لا، هي مش حكايه مرتب. انا طبعا كون ان اتكتب رقم معين ده اللي يهمني. كون ان انا كنت عاوز اثبت حاجه، جايز الفرصه دي ما كانتش جات لي. لو كان في فلوس كتيره كان اقول لك الكابتن فلان او كابتن علان. طيب تمام. اثنين، ان شاء الله في حاله بقاء تليفونات بين السويف في الدوري. انت فاضل لك كام مباراه الاول؟ 3، الزمالك والشرطة والمصري. طيب. الزمالك والشرطة والمصري 3 سهلين خالص، ما فيهمش مشكلة يعني. هو هي المباراة دي أسهل شوية من المنيا ومن الجيش والفرق اللي. طيب أنا بقول إنه مباراة المصري كانت نقطة التحول بالنسبة لك، خسارة 2-0 شبه انهيار، ثم تقدم 3-2، ثم تعادل بعد كده. لكن شايف إن النقطة دي والأداء ده والروح ده والتحول ده فرق جدا مع تليفونات بني سويف. دي حقيقة كابتن، دي حقيقة 100%، لأن هي دي خلت اللعيبة تصدق إنها مش أقل من الفرق التانية. والمصري اسم كبير جدا، ولقوا في الملعب إنهم ما يقلوش عن المصري، ومعاهم طبعا كابتن أنور اللي هو كابتن. صحيح صحيح. ثم بعد كده التعادل مع الزمالك برضه في القاهرة ادى دفع معنوية مش طبيعية. طبعا التعادل مع الزمالك ده خلى يعني خلى شكل الفرقه كمان، والناس تبص للفرقه. صحيح صحيح. بشكل بغض النظر عن نقطه التعادل نفسها، لكن الشكل برضو كان مرضي لحد. طب مؤكد هيجي لك عروض، ومؤكد تليفونات بني سويف انت عملت معجزه معاه، وخاصه اذا بقيته حتى لو لم تبقوا، لكنه الامال بقت كبيره جدا انت تستنوا في الدوري. هل هتترك التليفونات ولا هتكمل مع تليفونات بني سويف؟
والله انا ما اعرفش ايه اللي هيحصل السنه الجايه بالنسبه لهم هم كشركه او كنادي. هم لسه عندهم نيه ان هم يلغوا؟ ما اعتقدش بقى بعد اللي حصل السنه دي. ما هو ما حصلش اي رد فعل حتى، لكن طبعا رئيس النادي ما حدش بيكلمكم من الشركه بيقول لكم؟ لا لا، رئيس النادي بيكلمنا على طول. طبعا هو استاذ احمد تمساح هو المتحمل، احمد سعد تمساح ده الحقيقه. هو صارع وجاهد لحد ما الفريق ده بقى، خلي بالك للامانه يعني. دي حقيقه دي حقيقه. لكن المهندس رفعت بيكلمنا دايما بعد كل مباراه بتعمل فيها يعني، حتى مباراه الزمالك اللي هنا تانية بيكلمنا. لكن هو طبعا انا مش فاهم الاليه بالظبط، لكن اللي انا فاهمه ان الشركه هي اللي بتدعم المفروض الفريق. السنه دي ما دعمتش باي مبلغ، واستاذ احمد بيثق من فلوس اللي هو علي سلامه اللي تم بيعه، وبعض فلوس البث الكافي على بس كده، بيع لعيب والبث الفضائي بس. بس بس يعني اللعيبه ما بتاخدش فلوس بالنسبه للمرتب. اكتر لعيب ياخد له كام في الشهر عندك كابتن ايهاب؟ 900 جنيه. لا لا، عشان انه سامعي ضعيف كده، ايه نضف له داني كام؟ 900 جنيه. 900 جنيه هو كله بياخد زي بعضه، لكن هو المكافئات بياخدوا مكافئات بطاله، لكن هي دي. لكن انا اقول لحضرتك حاجه، زي ما هم اللعيبه كده، لكن هو النادي فادهم ان في لعيبه كتير كانت ممكن تبطل. ماشي ماشي، 900 جنيه لكن هم بصراحه ماشي، بس طلعوا رجاله اكتر من. يا عم ماشي موافق. المكافئات بقى كام؟ مكافاه المباراه كام؟ يعني مباراه امبارح بكام؟ هي كانت 3 والفوز ب4. بس المكافئات بتتصرف؟ هو ما فيش حاجه بتتصرف في وقتها. تاني يوم يعني حضرتك لو في تمرين النهارده، تاني يوم انا مريحين النهارده. لو في تمرين النهارده هم بياخدوا اللعيبه بتاخد فلوس. مين بقى؟ من الاستاذ احمد سعد؟ من الاستاذ احمد سعد اللي هو متحمل كل حاجه. وعلي يعني سلامه اتباع بكام؟ تقريبا 250,000 دولار او مش عارف الرقم، بس هو في الحدود دي، اعلى من 250,000 دولار شويه. ودول مع شويه فلوس البث هم اللي بيصرفوا على الفرقه. بالظبط بالظبط. اشكرك كابتن ايهاب جلال، شكرا جزيلا.